بمناسبة اليومين العالميين للمرأة والغابة، نظم نادي اسم النار للرياضات الجبلية والتنمية بخنيفرة جولة سياحية في قلب أرزية الأطلس المتوسط. شق من خلالها المشاركون طريقهم بتبات ليعانقوا المعالم الطبيعية التي تزخر بها المنطقة. الخطوات النسائية هي مناسبة كيحتفل بها النادي، أولا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وثانيا بمناسبة اليوم العالمي للغابة. الأساسي بالنسبة لنا في هذه الاحتفالات كلها اللي كينظمها نادي اسمه النعري للرياضات الجبلية والتنمية بخنيفرة، هو محاولات التعريف بالمخزون الطبيعي وبالمؤهلات الطبيعية، وخاصة في المجال السياحي التعريف بهذه المؤهلات، يعني عند المغاربة جميع، باش يحاولوا ما أمكن أنهم يجيوا يشوفوا المنطقة، وفي نفس الوقت كنحاولوا ما أمكن أننا نخلقوا واحد نشاط اقتصادي مدير للدخل باش نخفوا الضغط شوية على الغابة من طرف الساكن. في احسن الظروف، واللي كنلاحظوا ان سنه على سنه ان كنطوروا كيكون من الحسن الى احسن، وكنتمنوا اننا نكونوا في عند حسن ظن الجميع. عبر مسار 15 كيلومتر انطلاقا من موقع أجدير، مرورا بمناطق تفروت المكي، أقرت تزريرين، أفردو، إلى جانب أجعبو المهاريز ومنطقة الدكوك، كان جميع المشاركين في بوثقة واحدة شعارها الالتزام بالأوامر والانضباط. دابا وصلنا للمنطقة ديال أفردو، واحد المكان اللي سياحي بامتياز، الغابات الأرز الشامخ يعني تتحيط بالمكان، ولحسن الحظ لقينا ثلوج يعني اللي زينات هذا المكان هذا. وبالنسبة للتنظيم فاللجنة قسمات الإخوان يعني المجموعات، كاينة مجموعة تكون في المقدمة ديال المسار، وكاينة مجموعة تكون في الوسط ديال المسار، وكاينة مجموعة تتمشي ما بين الأول والآخر، ومجموعة اللي فيها أنايا اللي تنسموا دي بالايور، يعني حنا تنفيرميو لا مارش باش الأمور تتكون إن شاء الله في أمان.
واحد الاعلان من الانترنت وجيت انا وعائلتي نشتركوا، وحنا كل عام كنجيو ودابا كاين واحد التحسن الحمد لله وكنستافدوا. ودابا حنا دابا تمشينا 8 كيلومتر ومشينا فطرنا وبقى 9 الكيلومتر باش نمشيو نتغداو. راني فرحانه بزاف، جينا شويه باش نشوفوا شويه الطبيعه ونحاربوا الامراض والحمد لله لا مارش راه شي حاجه اللي كتنفع الذات، وحنا راه جايين من بعيده باش نشاركوا في هذه التظاهره. جيت انا من القنيطره، انا كنت هنايا كنت مومبغ في الجمعيه ولكن ملي انتقلت من القنيطره ما بقيتش كنجي، ولكن جيت هذه النوبه خصيصا باش نحيي الرحيم مع الاخوان. والمهم الحمد لله والله يعطيكم الصحه، ونتمنى ان شاء الله هذه الجمعيه ان شاء الله تمشي بعيد ان شاء الله. عزيزة للا كيفاش جاتك الرحلة للا؟ معتبرة الحمد لله، جينا نشوفوا الإخوان ونشوفوا شوية الهواء ونشوفوا الطبيعة إن شاء الله الرحمن الرحيم مع هاد الإخوان كلهم، وهذا الشيء منظم تبارك الله عليكم واسمه ناري. الحقيقة من منطقة خنيفرة، من جبال الأطلس، من غابات الأرز ديال خنيفرة، الجميع ساكنة المغرب يجيو يشوفوا منطقة الأطلس لأنها كاين ما يتشاف، كاين مؤهلات اللي ممكن ما يمكن إلا تفرحوا وما يمكن إلا تلبي الرغبات المختلفة لجميع السياح المغاربة. جيا هان مواطنة كورية مقيمة بالمغرب، مولوعة بالطبيعة مما دفعها للمشاركة في جميع الجولات السياحية المنظمة، واعترافا لمساهمتها الفعالة وتقديرا لسلوكها المثالي قرر النادي منحها شهادة أصدقاء الغابة كعربون محبة من جبال وغابات وبراري الأطلس المتوسط.